منو نسق موعدكم مع سماحة الإمام السيستاني؟ وهل كان اللقاء طلب من جنابكم لو مكتب سماحة السيد هم اتصلوا بكم وحددوا لكم الموعد؟ هم السيد اتصل بينا وحددوا لنا الموعد. تنسيق الموعد يعني روحتكم وصولكم لهناك استقبالكم؟ أحد الأئمة المساجد ودانا إلى هناك مسجد الإيمان في الكرادة. نعم حجي أمجد، يعني تعمق ويا جنابك أكثر بتفاصيل اللقاء، يعني كم واحد رحتوا للقاء سيد المرجع؟ 4 أشخاص. طيب. امرأتان ورجل أنا وصديقي. طيب يعني هذا العدد منو حدده؟ هل هي المسألة عفوية؟ والله هو 3. وأكو جماعة لمجاور مسجد الأبرار، ذول السادة الحسنية همين متجاوزين على أرضهم، فأجت العلوية معانا كانت من مظلومياتها، طلعت ويانا باللقاء فراحت ويانا، فإن شاء الله نحصل حقنا عن طريق القضاء. الطريقة اللي رحتوا بيها يعني الطريق رحنا بسياراتنا الخاصة. تمام. وصلنا لهناك. وهذا حاج أمجد أريد أسألك أيضا على التفاصيل، يعني مدة لقائكم مع سماحة المرجع إيش قد طولت؟ حوالي 5 دقائق. واحنا بالنسبه لنا يعني السيد الثاني دعا الى المظلومين، يعني انا حسيت بظهر شكاوي كثيره. حسيت احنا سماحه المرجع هو فاهم القضيه، لو استمع لكم انت شرحتوا قضيتكم معاناتكم مظلوميتكم، هو الظاهر متبع اكثر منك اخبار. الصور يعني شلون دز علينا، يعني يهمه امور الناس. احنا حسيت سماحه السيد السيستاني الله يديم ظله انه يعني مركز على قضيه اراضي الجادريه بالذات ام ربطها بمواضيع اخرى من خلال حديث سماحته؟ والله السيد السيستاني كلامه مختصر، مو مثلنا، كلام واحد دعا للشيعه والسنه والمسيح وظل يدعو لهم ويدعو لكل المظلومين. هذا كان دعاء على المظلومين، دعاء الى المظلومين. هذا كان تركيزه واللي صار وياه ان شاء الله. طيب حاج امجد، يعني هل كان لقاء سابق على مر السنوات الماضيه مع سماحه المرجع ام هذا اول لقاء؟ ثاني لقاء. ومن دخلتوا شلون توصف لنا المكتب غرفه المرجع؟ والله انسان جدا بسيط، وهذا ثاني لقاء معه.